دليل جديد للمهنيين من أطباء وممرضين بهدف تطوير مسارات العلاج في تونس. هيئة الحقيقة والكرامة تنظم ورشات عمل مع منظمات المجتمع المدني قصد ضمان نجاح مسار العدالة الانتقالية. تعزيزات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان بعد استهداف حزب الله دورية إسرائيلية في مزارع شبع، وأنباء عن سقوط قتلى. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. خلال الملتقى الوطني حول تطوير مسارات العلاج في تونس سيتم إعداد دليل جديد للغرض للمهنيين من أطباء وممرضين بهدف النهوض بالمسارات العلاجية. ورشة عمل تم خلالها تدارس المسألة وجمعت الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي ومهنيين من أطباء وممرضين وممثلي المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والهدف منه متابعة المريض خاصة بالنسبة إلى الأمراض المزمنة من مرحلة التقصي وصولا إلى مرحلة العلاج. شيء غير مقبول أن اليوم المريض يبدأ يلوج في المسالك كانوا حاجة يعني بدعة كل مرة، بينما احنا نعرفوا ان مثلا مريض بالسكر ولا مريض بالسرطان ولا معفينا ولا مريض بامراض مزمنه اخرى المسلك معروف، لكن احنا كمنظومه صحيه ما قنناهاش. هذايا دور كبير ياسر اللي قايمه به الهيئه الوطنيه للاعتماد انه باش تحدد مسالك العلاج للمريض. تنظم هيئة الحقيقة والكرامة ورشات عمل مع منظمات المجتمع المدني، الغاية منها تبادل الآراء حول سبل ضمان نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس، على أن ترفع هذه الورشات جملة من التوصيات إلى الهيئة المعنية في جلسة مبرمجة مساء اليوم. وخلال جلسة الافتتاح تم التعرض إلى الانتقادات الموجهة إلى القانون الداخلي المنظم لعمل هذه الهيئة ولصلاحياتها. النظام الداخلي للحقيقة والكرامة كان نظام مطابق للقانون والذي لم يمنح أي صلاحية واسعة لهيئة الحقيقة والكرامة، وبالتالي كان قانونين لم يتم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، وعلى عكس ما يروج كانت صلاحيات قانونية. كل ما فعل أنه قام بتفصيل هذه الصلاحيات حتى تظهر للغير أكثر وضوح وأكثر شفافية. ومن أخبار الأحوال الجوية، يتواصل الطقس اليوم وغدا بارد والسماء كثيفة السحب مع نزول أمطار متفرقة بين الحين والآخر بالشمال والوسط، وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية وبكميات محلية هامة بالشمال الغربي مع سحب عابرة مع نزول بعض الأمطار المحلية بالجنوب، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة قرب السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 8 و12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 13 و17 درجة ببقية المناطق، ويكون البحر شديد الاضطراب. في القطاع الفلاحي نتحول إلى منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين، وفيها يشكو الفلاحون العديد من العراقيل التي تحول دون تحقيق المشاريع الاستثمارية هناك. عراقيل يتخصص أهمها في المشاكل العقارية في الأراضي الصالحة للزراعة وعدم التمويل والدعم، خاصة في منطقة تتوفر فيها ثروات مائية حسب متساكنيها. في معتمدية الذهيبة وعلى غرار مختلف مناطق ولاية تطاوين تستمر الوضعية العقارية للأراضي الصالحة للزراعة عائقا أمام رغبة مواطني المنطقة على الاستثمار في القطاع الفلاحي. ما تمش دعم، ما تمش فهمتني ولا نهوض بالفلاح زي ما يحكوا مثلا في على مستوى اجتماعاتهم. الاراضي الاشتراكيه مع صعوبه فهمتني ولا المشكل العقاري هذا. الاشكال العقاري هذا قايم سواء كان هنا ممكن في الذهيبه ممكن باكثر حده، لانه اغلب الاراضي هي اشتراكيه، ولكن يعني زاد ايضا هو مطروح في كل بلاصه، وهذا الموضوع احنا قلنا راه ما يمكنش ان للفلاحه انها
تتقدم ولا أنها تتحل مشاكلها طالما أن الإشكال العقاري ما تحلش. منطقة ذهب التي تحتوي بحسب المختصين على مائدة مائية كبرى تظل الاستفادة منها دون المأمولة من قبل فلاحي المنطقة الراغبين في حفر الأبار لمشاريعهم الفلاحية. القنوات اللي في متمانة قاعدة في متن تتفرغ في تجيب للمناطق السخوية قنوات معناها متهيئة قديمة ياسر في متمن عمل في مع عمل في 1990. يعني منطقتنا هي الأولى في المية، المية تجهر ياسر وشيء موجودة المية. المطلوب يعاونونا، مطلوب يعاونونا ويدعمون لنا العلب. عندنا عدة شبكات معناها مائية ما تقدمت، وعندنا معناها برنامج تاع صيانة وتحت تجديد معناها إذا كان يقتضي الأمر تتجدد، وإن شاء الله ما كما حكينا في ضمن مختلف الآلية التمويل مختلف البرامج معناها سواء معناها البرامج الوطنية ولا على المشروع التنمية الزراعية إن شاء الله يتم برمجتهم. قطاع فلاحي اعتمد فيما مضى الفلاحون فيه على الفلاحة البعلية أثبتت فشلها، وهم ينتظرون اليوم إنجاز مناطق سقوية لتعويض ما فاتهم. احتضنت القيروان الملتقى الوطني للمراكز الجهوية للعمل عن بعد في دورته الأولى، والذي تم خلاله تشخيص واقع مراكز العمل عن بعد وكيفية دعمها الباعثين الشبان وتطوير التكنولوجيات الاتصالية في الجهة. دعم الباعثين شبان وتطوير استعمال تكنولوجيات الاتصال في الجهات إضافة إلى ضبط استراتيجية عمل للسنة الجارية هو أهم ما جاء في اليوم الوطني للمراكز الجهوية للعمل عن بعد الذي احتضنته القيروان. الأول يوم وطني للمراكز الجهوية للعمل عن بعد، الهدف من اليوم هذا هو توحيد الجهود وإعطاء الفكرة واضحة للشركاء متاعنا في مجال مساندة بعض المؤسسات في الجهة ولكل التراب التونسي. باعثون شبان حضروا اللقاء تحدثوا عن بعض الصعوبات، كما طرحوا جملة من التصورات. سيفتي مقدم مطلب باش نكون في السيبر بارك، لاني فكره بها هي اولا كباعث شاب تنقص التكاليف برشا برشا، وان شاء الله الشباب الكل يقدموا على السيبر بارك برغم انه فارغ معناتها فيه دي لوكو فارغين برشا. الحجم نتاع المركز الاعمال عن بعد الحجم نتاعو صغير معناها ما يلبيش متطلبات معناها الشباب. بعض المسؤولين الجهويين والمختصين قاموا بتشخيص واقع مراكز العمل عن بعد واقترحوا إصلاحات للتطوير. احنا نتحدث على في اليوم هذا على مراكز الجهويه للعمل عن بعد، هل هي قاعده تقوم معناها بالدوره نتاعها كما ينبغي في المجال هذا ولا لا؟ هذا هو السؤال المطروح، لكن المهمه انه نراها اساسيه هي كيفيه المرافقه والاخذ بيد الباعثين هذايا لتطوير معناها مهامهم. 22 مكتبا في مركز العمل عن بعد بالقيروان، سبعه منها فقط مستغل، ما يطرح تساؤلات حول قيمة هذه المؤسسة وجدواها. افتتح بمعتمدية الحمام من ولاية جابس حمام عين البرج، هذه المحطة الاستشفائية الجديدة تعتبر مكسبا هاما للمنطقة وتعزز مكانتها قطبا متخصصا في العلاج بالمياه الحارة. استكمل بالحمام إنجاز مشروع تهيئة حمام عين البرج الاستشفائي. هذا المشروع الذي أنجز في إطار مشروع التنمية المندمجة بالحمى تضمن مكونات عديدة جعلت منه مكسبا بلديا هاما. في حمام يعمل مساج جاكوزي على زوز مناطق في الظهر معناها وفي السجين، يساهم في معالجة كل الأمراض المفاصل والبرد والروماتيزم، وعندنا حمام الاخر اللي هو حمام عادي معناه على جزئين. الحمام هذا نعتبره مكسب. الحمام هذا تكلف 768 الف دينار، مده الاشغال دامت عام. حمام عين البرج يحتل مكانه خاصه لدى اهالي الحمى، وفوائده الصحيه يؤكدها الجميع. والله بالنسبة للحمام هذا يعني فاش يتميز في معتمدية الحمام، المياه هذا يعني كما نقولوا يجري على الكبريت، مياه سخون دواء للهواء والمفاصل وللبرد، وفي نفس الوقت يعني طبيعي للحمام هذا، وثروة اللي هي مش موجودة في مناطق أخرى. احنا نعتز بها، فرحين برشا بالمشروع هذا. أول مشروع اللي فرحين به، فهمت؟ قبل هذا كله من هنا كان عين برج، فهمت؟ نهبطولة بالدروج ونملوا منه في الماء، هذا منين نشربوا قبل، فهمت؟
ها ولا حمام سوري. الحامة عرفت منذ القديم بمياهها المعدنية الحارة، وهذا المشروع يعزز مكانتها كقطب متخصص في العلاج بهذه المياه. بشكل فجئي تسارعت الأحداث في مزارع شبع اللبنانية التي تعيش تحت القصف منذ ساعات إثر عملية هجوم حزب الله على مدرعة إسرائيلية بعدد من الآليات العسكرية. وتسببت العملية التي وصفت بالعسكرية المعقدة وفقا لمصادر لبنانية في حزب الله في سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الضباط والجنود الإسرائيليين، غير أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اكتفى بالقول أن الهجوم تسبب في إصابة 4 جنود بجروح، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى إصابة 9 من الجنود الإسرائيليين بجروح بعضهم حالته خطيرة. ووفقا لبيان أول المقاومة اللبنانية، فإن مجموعة شهداء القنيطرة هي التي نفذت العملية، التي ذكر البيان أنها جاءت ردا على الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قافلة لحزب الله قرب مرتفعات الجولان منذ 10 أيام. وفي أول رد فعل تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بقوة على هذه العملية، وسارعت هيئة الأركان الإسرائيلية إلى الاجتماع للتشاور حول كيفية هذا الرد. وبالتزامن مع التصعيد في مزارع شبع اللبنانية، كانت طائرات إسرائيلية قصفت موقعين للجيش السوري في الساعات الأولى من نهار اليوم ردا على صواريخ أطلقت على هضبة الجولان المحتل أمس، ولم يصدر عن دمشق أي موقف رسمي من القصف الإسرائيلي. في الأثناء أفادت مصادر إعلامية بتحرك القوات الأممية في الجولان المحتل تحسبا لتدهور الوضع الأمني هناك. اقتحم اليوم أكثر من 60 مستوطنا وعدد من عناصر المخابرات الإسرائيلية المسجد الأقصى من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 6 مواطنين فلسطينيين في مداهمات شنتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية. من جهة أخرى، قررت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة اليوم لإدخال 540 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية. كما أعلنت أنها ستسمح بضخ كميات من المحروقات والوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وفي اليمن، طلب زعيم جماعة الحوثي بانتقال سلمي للسلطة، فيما تزال المحاولات متواصلة لإيجاد حل للأزمة في البلاد. رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بالإفراج عن مدير مكتب الرئيس المستقيل عبد الرب منصور هادي بعد احتجاز دام حوالي الأسبوع وعمق الأزمة التي تهز البلاد. المسؤول الأممي اعتبر أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على تقليص التوتر وإتاحة التقدم في المفاوضات التي يتوسط فيها بين الأطراف السياسية اليمنية، تطور أكد إثره زعيم حركة الحوثيين اليمنية التي تسيطر على صنعاء أن جماعته تسعى لانتقال سلمي للسلطة بعد استقالة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ودعا كل الفصائل اليمنية إلى العمل سويا لإيجاد مخرج للأزمة. وأضاف أن القرارات التي اتخذت خلال نحو عام من الحوار الوطني وأخرى أبرمت بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء في سبتمبر الماضي ستكونن الأساس لأي توافق ممكن. وتحاول الأطراف السياسية في اليمن ومنهم الحوثيون التوصل إلى اتفاق حول ما ينبغي عمله بعد استقالة هادي التي تركت فراغا في السلطة. وظهر الحوثيون كفصيل مسيطر في اليمن بالاستيلاء على صنعاء في سبتمبر الماضي بعد إملاء شروطهم على الرئيس المستقيل الذي احتجزوه من الناحية الفعلية الأسبوع الماضي بعدما اشتبكوا مع حراسه الأمنيين. الملف اليمني كان من أهم الملفات التي تناولها لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعاهل الجديد للمملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز. مباحثة اعتبرت خلالها السعودية التطورات التي تشهدها اليمن بما فيها سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء انقلابا على الشرعية. اختتم إذن الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة قصيرة إلى السعودية، قدم خلالها العزاء إلى العاهل السعودي الجديد الملك سلمان في وفاة سلفه الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأجرى أوباما محادثات مع الملك الجديد سلمان تناولت القضايا الشائكة في المنطقة مثل الأوضاع في اليمن والملف النووي الإيراني. استخدام سفن الشحن القديمة بدل سفن الصيد والقوارب المطاطية لتسفير المهاجرين غير الشرعيين، استراتيجية جديدة لجأ إليها المهربون مؤخراً
وكان اللاجئون السوريون أول المقبلين على حجز مكان في هذه السفن رغم المخاطر الكبيرة التي تحف بهذه المغامرة. سفينة الشحن القديمة هذه التي لم تعد تصلح حتى لنقل الماشية أو البضائع كانت على وشك الغرق قرب السواحل الإيطالية، وعلى متنها مئات السوريين من بينهم نساء وأطفال أجبروا على الفرار من بلد مزقته الحروب نحو مصير مجهول. المهربون الذين أصبحوا يستخدمون سفن الشحن القديمة لنقل المهاجرين فروا كالعادة وتركوا السفينة في عرض البحر ليواجه ركابها مصيرا مجهولا قبل أن يتم التفطن وجودهم وإنقاذهم. قمنا بإنقاذ هذه السفينة بعد أن تلقينا نداء استغاثة من الركاب الذين تركهم طاقم السفينة في عرض البحر. هي إذن رحلة فرار أخرى من المجهول إلى المجهول، رحلات يبقى المهربون المستفيد الوحيد منها، فالمهاجرون وخاصة السوريين لا يترددون في دفع أكثر من 8,000 دولار أمريكي لتحقيق حلم السفر إلى الأراضي الأوروبية. المهاجرون كانوا يتوافدون على متن قوارب مطاطية صغيرة تنطلق من شمال إفريقيا، الآن بات المهربون يستخدمون طرقا جديدة حيث يقومون بشراء سفن شحن قديمة أغلبها غير صالح للإبحار ويستخدمونها لتسفير المهاجرين الذين يدفعون مبالغ طائلة للوصول إلى أوروبا. وأمام تنوع الحيل التي يستخدمها مهربو البشر لاستغلال آمال البائسين في الهروب نحو الجنة الموهومة في أوروبا وعجز البلدان الأوروبية عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لهم، تتعالى الدعوات صلب الاتحاد الأوروبي لزيادة الجهود لإنقاذ المهاجرين وإيجاد بدائل قانونية لرحلات الموت. قال مصدر عسكري أوكراني اليوم إن 3 جنود قتلوا وجرح 15 آخرون في معارك مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا، وإثر ذلك عقد البرلمان الأوكراني جلسة طارئة. رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 5 سبتمبر الماضي بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، إلا أن أعمال العنف عادت لتخيم على المشهد الأمني هناك، والحصيلة مقتل 3 جنود وإصابة 15 آخرين في معارك مع الانفصاليين. المتحدث العسكري الأوكراني قال أيضا أن 55 بلدة وقرية أوكرانية تعرضت لقصف الانفصاليين خلال 24 ساعة الماضية. عودة التوتر الأمني إلى شرق البلاد قر على إثره البرلمان الأوكراني في جلسة طارئة توجيه مناشدة إلى المجتمع المدني باعتبار روسيا دولة معتدية، وفق ما أكد البرلمان مطالبا بتجديد العقوبات عليها. كما طالب البرلمان في الوثيقة التي صوت عليها 271 نائبا تزويد أوكرانيا بما تحتاجه من مساعدات عسكرية وإنسانية. في مقابل ذلك اعتبرت روسيا إعلان البرلمان لها كدولة معتدية إجراء غير مسؤول، ويهدف وفق نائب وزير خارجيتها إلى إعاقة التقدم باتجاه حل وسط في أوكرانيا. وفي فقرة بقية الأخبار العالمية، أنباء عن قبول الأردن تسليم السجين العراقية مقابل الإفراج عن الرهين الياباني والإبقاء على حياة الطيار الأردني، فيما تواجه الولايات المتحدة عاصفة ثلجية غير مسبوقة. توترت أنباء عن قبول الأردن بتسليم الانتحارية العراقية ساجد الريشاوي المحكوم عليها بالإعدام في الأردن إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مقابل الإفراج عن الرهين الياباني والطيار الأردني اللذين تحتجزهما لديها. وأشارت مصادر مطلعة أن السلطة الأردنية قد تسلم السجين العراقي لأحد شيوخ العشائر في محافظة الأنبار والذي يقيم في العاصمة عمان خلال الساعات القليلة القادمة. وفي الولايات المتحدة عاصفة ثلجية تشل الحركة في أجزاء كبيرة من نيويورك، حيث أغلق المقر الدائم للأمم المتحدة وألغيت آلاف الرحلات الجوية من وإلى مطارات الساحل الشرقي. وكان عمدة نيويورك قد أعلن عن حظر حركة السيارات جراء انعدام الرؤية وتراكم الثلوج في الطرقات، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مغادرة منازلهم. كما أعلنت حالة الطوارئ في أجزاء الجانب الشمالي الشرقي للولايات المتحدة استعدادا لاستقبال العاصفة الثلجية التي وصفت بالتاريخية. من أخبار الكان، واستعدادا للمباراة المرتقبة التي ستجمعها السبت القادم بمنتخب غينيا الاستوائية مستضيف المسابقة لحساب الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم،
يتابع المنتخب التونسي تدريباته بملعب بيكوي بمدينة باتا، حيث أجرى أمس حصة لإزالة الإرهاق. كان المنتخب التونسي تأهل على رأس المجموعة الثانية بخمس نقاط رفقة منتخب كونغو الديمقراطية المتأهل ثانيا بثلاث نقاط. نبقى في أجواء الكان، وبعد تأهل منتخبات جمهورية كونغو وغينيا الاستوائية وتونس وكونغو الديمقراطية، التحق منتخب غانا والجزائر أمس بركب المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه بثنائية نظيفة على منتخب السنغال، فيما أطاحت غانا بجنوب إفريقيا في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف. ويكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي عندما يواجه اليوم منتخب كوت ديفوار نظيره الكاميروني، فيما تباري غينيا منتخب مالي لحساب المجموعة الرابعة، حيث تملك المنتخبات الأربعة نقطتين في رصيدها ما يجعل حظوظها متساوية في التأهل. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نقل مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا من مدينتي أي بي بيين ومونغومو الصغيرتين إلى مدينة باتا، وذلك بسبب مخاوف من رداءات أرضية الملاعب، خاصة بعد احتضانها عديد المباريات من منافسات الدور الأول، بالإضافة إلى الظروف المناخية غير المستقرة في هذه الفترة. واتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي قرار تغيير ملعبي الدور ربع النهائي ضمانا لتساوي فرص المنتخبات في اللعب على أرضية عالية الجودة بمدينتي باتا وملابو. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. دليل جديد للمهنيين من أطباء وممرضين بهدف تطوير مسارات العلاج في تونس. هيئة الحقيقة والكرامة تنظم ورشات عمل مع منظمات المجتمع المدني قصد ضمان نجاح مسار العدالة الانتقالية. تعزيزات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان بعد استهداف حزب الله دورية إسرائيلية في مزارع شبعة، وأنباء عن سقوط قتلى. شكرا المتابعة، في أمان الله.